يلا تنط على الكيميكال وانا بلحقكم. لا 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 ايه ده مهزه مش عارف نط بعدين هذا اللي هو وكل أمة محمد هلقيت عليه راح تكون نازلة. لا لا يا عم احنا عندنا اسكافات اهي اخوان هيبقى فيهم ايه الصناديق يعني هما ينطوا على الصناديق يموتوا بعض نروح احنا نكسر الجيش حلو كده والله. شوف هي اسمع هي أمة محمد تنزل عليه والطيارة فيش فيها ولا حدا شكله بس لحالي بس يعني فين ال هذا اللوكو ده هو طبعا لانك لما اهو بجيب طب خدوا كمان جوست ايه الدلع ده انا كده كده هاخد جوست على طول لانه معايا اسلحه حلوه الصراحه وسيب ال جروب التاني بقى فاهم قصدي ليه كله خد من بيت واحد مسمع ليه ولا ايه؟ مش عارف اقسم بالله بس عشان اخدته من ال اخدته من الدروب يعني اخدته من الدروب الاصفر مات بلو فضل يا جماعة انا عامل الجوجل انترنت بتاعك في الله رمضان ايه مسكوا السلاح اللي انت عايزين تروح الناس دخلت ورانا يا عم يعقوب في واحد نازل يعقوب اهو هتيجوا يا جماعة الخرابة الخرابة فاضية حبيبي لينا معانا بس الخرابة فاضية راح فين بتنجي انا بلعب بلندر اي كفر يي يي ايو ايو يا خرابتك يا كان وين الكمبر الكمبورة اللوت جاهز وكل حاجه جاهزه ما تقلقش الله ده اللي كل كنت قلقان منه لا ده مكبر من اول في واحد على الطاولة يا جماعة أو كذا واحد الصراحة ده هو جاي لك انت يا يعقوب بقى عايز من نجيل الواد ده لا يكون في بيناتنا دار قديم مش عارف توصل معايا طخيت عليه يا زلمه تحت هنا انا فيش معي امو يا اسطى لا تقول ليش لا تسال خير 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 يا خير يا خير اسف الواد اللي هنا ده حد جابه انت من مالك كامبينج في واحد هنا
يعقوب في ناس تحتينا؟ واحد تحتينا تنزلش بدي رصاص بدي رصاص اي ار ومعيش والله يعقوب اللي خزنا بين في صندوق امو تحت بس انا خايف انزل اجيبه لانه في سكواد تحت. طب خلاص خلينا مع بعض. تعال اطلع من فوق يا يعقوب ولا نكتب؟ خلينا من فوق. انا لا بقول من فوق. تعال ابتدي انا جبت انا الصندوق الامو وربنا يسترها بقى معايا يا عمي. لا ليه جابوا يلا. في واحد برا انا عايز انزل اشتري جهاز ماسك وهوزع فلوس. انا اصلا مفيش معايا امو. خد بس ال شايفين انه معايا فلوس كام؟ اللي معايا شوية مجدي معاك 20,000 يا مجدي. وزع الفلوس وزع الفلوس وزع الفلوس يا عقوب. بس غلطان ايه اللي نزلنا تحت؟ بس فيه انا نزلت تحت. وين انت؟ كلهم عند الباي تحت. كلهم عند الباي ناحية الباي تيم عند الباي. اعطيني 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 شوية مصاري يا مجدي. مجدي زدت لي زدت لي زدت لي شوية مصاري مجدي. ليش يا مش خلاص خلاص لا يا عقوب هم وراه. رايح فين يا ابني يا مجنون؟ لو معاك جهاز ماسك يا مجدي الامل فيك. معيش والله جهاز ماسك. ماشي مش مشكلة نط انت كده كده تعرف تشتري واحد. يعني نط تشتري جهاز ماسك؟ لا ارجع لورا بالعكس. هي جايالك الجيم جايالك. اتقل بقى اتقل. انا جوست. هما تحتي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ اشتري جاز ماسك. اشتري جاز ماسك اول شغله. اشتري جاز ماسك. او مين اللي شايفني من هنا؟ احي. اشتري جاز ماسك تاني. تجينا من النبي. ثانك يو. جبت وانا قاعد في الجاز ماسك. اصلا انا اشتريت 3 جاز ماسك. يا باي كان كلمه الموت العربيه بحكي مع اسمع بحكي معاك راسك مش تخوين. انا مش شايف فا ساعة فلوسة تستهينش فيها يا مدير لما تكون 40-50 تحت الصفر مش مستاهل انه الواحد يلعب معي. يعني انت موقفي يعني ايش؟ فاهم موقفي يعني ان انا مش عارف اتكيف مع اللعبة يا اسطى. في اثنين نقط في اثنين نقط في فوق. ورانا
بين بار يا جدعان في ناس بياخدوا اللود ورايا. انا بنزل عند بيت انجيل لا ورانا اوعوا برا اوعوا برا هيوم على ال على الشارع من برا. انت ارجع على السوق ده جاموس معيش الا 18 رصاصة هم فوق بتنجينات جيم غير اللي انا كنت فيه ولا وين كنت رحت في السون هما لا قلت لك الهايكمبر هيفوز